انا اتسالت سؤال الصبح كان صعب قوي عليا. صديقه يعني عزيزه بتحب في قصه حب، عارف ايه؟ بتحب في قصه حب والله، بتحب في قصه حب. الحقيقه انه هو شاب جميل وهي بنت جميله، الحمد لله بقول امور ماشيه كويس الحمد لله. بس ليه الحقيقه ان هي جت قالت لي هو انا المفروض ابتدي اسمع كلامه؟ هو انا المفروض ابتدي لما يعلق على لبسي او حاجه استجيب يعني على طول، ولا اعمل ايه؟ الحقيقه ان البنت فعلا كانت محتاره بصراحه، والحقيقه ان انا ضربت لخمه وما بقتش عارفه اقول لها ايه. اقول لها لا، شخصيتك لازم تبقى باينه ومسيطره من اول يوم، وهو لازم ما دام حبك بالطريقه دي وشافك بالطريقه دي يبقى كملي بالطريقه دي. هتحصل مشاكل، هتحصل مشاكل، الموضوع يكبر. والحقيقه ان الولد امير لا الحقيقه انه شاب جميل وكويس جدا بصراحه بصراحه يعني، وهي كمان جميله وما فيش اي مشاكل كبيره ما بينهم يعني، ما عندهمش ازمات مثلا، ما عندهمش خلاف في الطباع، ما عندهمش كل واحد عنده لايف ستايل او من خلفيه ثقافيه واجتماعيه، لا خالص بالعكس، في حاله تقارب ولطف كده ما بينهم. يعني وهو إيه؟ معترض على لبسها، هو يعني ما بلاش ده ضيق شويه، طب ما نبقى نلبس على الضيق ده حاجه طويله سنه، يعني ايه علق هو تعليق من بقى. انا بتهيالي انه من باب الغيره مش من باب التحكم، ومن حقه ارد من حقه. يعني المفروض ان انا اقول لها ايه؟ اقول لها ما تهوديش من اولها علشان ما تبقاش كل حاجه بعد كده انت مهوده، وهو يفرض رايه وانت المفروض عليك انك تستجيبي، ولا اقول لها لا والله طالما الموضوع سهل وانت تقدري تعمليه ما تعمليه، نعقدها ليه؟ نلعبكها ليه؟ هي انا ضربت لخمه يعني ما عرفتش تعمل ايه. أيوة البنوته وتعمل ايه بقى لو ده حصل بعد الجواز يا هيدي، وحصل انه في هناك بعض الملاحظات على ستايل اللي هي الست اللي بقت مراتك دي، الست تعمل ايه لو تعدي الحكايه؟ تعديها ولا تناقش؟ ولا والله يعني الراجل بيغير عليها ومش قصده حاجه وحشه، يعني افسرها هي ازاي وادرها ازاي؟ هي سنس يا شيري، يعني في سنس. انا هبقى لو احنا بنحب بعض او واثقين في بعض قوي، انا هبقى لامح في عينيكي هل دي غيره ولا هل ده بقى بدايه طريق هيبقى يعني منيل خالص ولا ايه الحكايه. ومهم في الخطوبه، فتره الخطوبه، نبقى صرحه. يعني انا استقبل جدا ان يعني ان الراجل يقول ده في الخطوبه، علشان بعد كده خلاص انا يعني لو وصلوا لمرحله وسط هم اللي هيعيشوا عليها بعد كده، علشان ما تتفاجئش بعد الجواز بكل شويه طلبات غريبه. وفي نفس الوقت هي شعره ما بين ده وما بين ده انها ما تلبيش وهي ركعه يعني، لا، علشان ممكن يبقى فيه تسلط. يعني انت بتقول لنا سينس ان الست على مدى العلاقه اللي ما بيني لا ده مهم لما يطلع من الراجل. يعني انت اولا بتقول وانت على البر افضل طبعا مليون المية، وانتوا مخطوبين جسي النبض واعرفي الحكاية دي عشان ما تتصدميش بعد الجواز، موافقين صح. لكن بتقول دلوقتي هم اتجوزوا وكان ليه بعض الملاحظات وبعض الطلبات، ها انت بقى بتقول ما تلبيش قوي للاخر عشان ده ما يتطورش بعد كده. يبقى لازم يبقى فيه اقتناع، ولازم يبقى فيه تفاهم ما بينهم، وفي سنة اوكي ماشي، يعني انت لبسك مثلا قصير او لبسك ضيق او لبسك انا مش يعني الطريقه مش حاببها ايا كانت ايه هي الطريقه، يعني انت فاهمه قصدي؟ المفروض انا مش مقتنعه، ما هو ده هيبان بقى، هيبقى فيه خناقات من البدايه، فالخناقات خلاص هيبقى فيه الحيطه السد دي من البدايه. قشطه، سلام عليكم. افرض هي دي نفس طريقه لكن لبسي، لكن لو الطريق السد في الجواز، طب افرض دي نفس طريقه لبسي، هي ما اتغيرتش اللي هي كانت ايام الخطوبه. لا هي المشكله لما لا انا مع انك تعترض بعد الجواز، ما هو لازم تعترض قبل الجواز. طب افترضي اعترض بعد الجواز. انا بحسب بالعكس. لا تعترض قبل الجواز. طيب. ومفيش مانع ان انا اعترض بعد، ماشي اوكي طبعا مفيش مانع. لا انا معاك، ما هو احنا طول ما احنا ماشيين في الحياه بتظهر حاجات، تظهر موضات، انا او انت جسمي يتغير، يبقى الشكل اللي كان بيليق عليا ما بقاش يليق، فانت لازم تنبهني. حلو. انا مش ضد ده، لكن فكره انك تعترض على لبسي من قبل الجواز او تتناقش معايا فيه، لانه نقطه خلاف زيه وزي اي نقط خلاف تانية بنحاول نقرب فيها من بعض. براف. ونتلاقى في ارض وسط. ده جميل، حلو ومقبول وعلى راسي من فوق، لان وصحي. انا وصحي وبيبني المستقبل قدام في تفاهم.